خلينا سريعا نتكلم برضو. طبعا شفت مباراة النادي الأهلي والزمالك ازاي من الناحية الفنية؟ مباراة الأهلي والزمالك من الناحية الفنية احنا يعني متفقين كلنا ان المباراة فيها أخطاء وده طبيعي، والفرق الكبيرة دايما في المكسب والخسارة بتدور على الأخطاء الأول، ما بتدورش على المكاسب بس. يعني حتى لو انت كسبان دايما الفرق الكبيرة قدرها ان هي عينيها بتروح على الحاجات الغلط مش الحاجات الصح. الفرق الصغيرة بتحاول تنجح نفسها بأي شيء، ان لما بيلاقي حاجة حلوة بيبص لها بيمسك فيها، عكس الفريق الكبير او النادي الكبير طول الوقت بيدور على الحتة اللي فيها اللي في ديفو، هنا في مشكلة في الحتة دي، صورة بتدور على الصورة فيها المشكلة فين عشان تبقى احسن. فده طبيعي وده قدر النادي الأهلي، وده اللي الناس كلها اتربت عليه من الكبير للصغير، اللي لعب 20 سنه واللي لعب 3 سنين واللي لعب 6 شهور. حتى على مستوى الجماهير نفس الكلام، يعني ما هو كله هي منظومه متكامله، ما تقدرش تفصل لا مجلس اداره ولا لاعبين سابقين ولا حاليين ولا جمهور، ما تقدرش تفصل حد. وطول عمر النادي الاهلي عمره ما بيطلع حد من الصوره، كل الناس موجوده، اللي اشتغل كتير في الصوره واللي اشتغل قليل في الصوره، اللي لعب مباراه في السيزون بياخد دوري واللي لعب 30 مباراه في السيزون بياخد دوري، اللي واخد بطوله افريقيا كلها لعب ماتشات كلها بياخد بطوله افريقيا، واللي لعب 3 دقايق بياخد بطوله افريقيا. كله في الصوره، مفيش حد بينسب الفضل لنفسه، وده اللي احنا اتربينا عليه واللي احنا اتعودنا عليه. فانا شايف ان المباراه طبعا فيها طبعا اخطاء، وكلنا لو الاهلي كمان كسب هنقول اخطاء الاهلي، عشان زي ما كنا بنقول في مباراه في استوديوهات تحليل المباريات كلها اللي قبلها، ان الاهلي كسب مباراتين وتعادل مباراه، كنا بنقول ان في اخطاء وفي حاجات لازم نتداركها، مع ان احنا كسبنا الاهلي كسبان، فطبيعي انك تطلع تقول ان الاهلي كسبان وتطلع تعدد الحاجات الايجابيه. ولكن احنا كنا معظم الوقت الناس اللي موجوده الكباتن الكبار كانوا كل الناس بتتكلم في الحاجات السلبيه اللي احنا محتاجينها، محتاجين نعالجها عشان لما ندخل الحدث الاكبر اللي هو بطوله افريقيا الشهر الجاي، ان يبقى انت تبقى خلاص شفت كل الحاجات السلبيه اللي عندك، تبدا تعالجها، تبدا تشتغل عليها. الخصم هتلاقيه مختلف شويه عن خصم الدوري، ممكن يكون شويه قريب من نادي الزمالك وهو اللي احنا كنا اتكلمنا عليه، ولكن المباراه اولا واخيرا هي مباراه ما حسمتش بطوله، ما اخدتش ما حسمتش بطوله الدوري، ما حسمتش بطوله الكاس. فانا شايف المباراه اخدت يعني اخدت اكبر من حجمها في اتجاه ان بس اتجاه ده انا شايف انه اتجاه منظم. يعني فوز نادي الزمالك واحنا طلعنا قلنا مبروك لنادي الزمالك طبعا. لكن الفوز ده اتاخد في حته تانية خالص غير عن تقييم الفني لمباراه، لانك بتتكلم على مهما كان طبعا الاهلي متفوق على الزمالك فرق 17 نقطه، فالفروق كبيره. نادي الاهلي والزمالك دايما بتكون بطوله خاصه، لكن راحت في سكه تانية خالص، وراحت في سكه ان لا ده في انهيار في النادي الاهلي، لا ده في ازمه، عارفين ان احنا في ازمه. وانا هتكلم معاك في بعض النقاط الفنيه شويه، وزي ما انت عارف ان جماهير النادي الاهلي مش متعوده على الخساره بالشكل ده طبعا. مش متعوده، وخلي بالك عايز اقول لك ان النادي الاهلي ما كانش بالسوق ده، يعني لو حللنا المباراه في حاجات جوه المباراه يعني تفاصيل يعني كورتين بادجي في اول اللقاء لو واحده فيهم دخلت الامور هتختلف. في واحنا 1-1 في كره القفشه في العارضه المباراه تختلف، يعني شكل المباراه هيختلف. في ضربه جزاء وليد سليمان شكل المباراه هيختلف. في حاجات كتير هو طبيعي ان احنا معظم الناس بعيد عن المدربين شويه، يعني سيب المدربين من القصه من الحته دي، والاداريين اللي عندهم اللي بيعرفوا يقيموا الامور بشكل كويس، اللي هو مش متسرع واللي هو انا خسرت فانا هعاقب الناس او هتكلم بطريقه مش كويسه. فهتلاقي الناس العمليين اكتر اللي هم في المجال، اللي هو عارف ان انا ممكن كوره تغير لي المباراه بشكل المباراه. وهنتكلم في بطوله اوروبا في النقطه دي بالذات. فانت المباراه كانت واخده شكل كويس جدا، عندك بادجي يعني ظهور جيد ليه جدا من الحاجات الايجابيه، ظهر بشكل كويس جدا، صنع هدف وحط كورتين كوره غير مش موفق فيها خالص. في حاجات جوه المباراه كانت تغير شكل المباراه.